عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير أبوي، هذا اللي ما خلاني أنزل. شوف الدنيا شقم الكاسة تحت بيضة. سانس خلص. وين الشمس؟ شمس إلا شكل، وتحت أبوي يمده سجيع واحد. وهذا ها أبو عمار توا واصلني. مرحبا أبو عمار. صباح الخير. تمام. إيه لسعادة. سعادة عمار فسون أنت. شو؟ شو بلا؟ ما بلا بلا. ليش أنت زعلان الحين؟ بس كله. زين البحر مشيت وايد، كل حد يواجهني اليوم. وايد خالد وايد. انت شو تباني اسوي؟ ترى ضيعنا. انت انا شي خصني ضيعنا. سايرين بالتاكسي دقيقه، قلنا برد ثارنا بويدي ورنا شرق غرب. ومشينا والثلج والمطر وحالتنا كثيفه. ها؟ خلاص راح. منو؟ خلاص. ما شي ثلج؟ وانت تحرى ذبان البحر يقاوي على وجهك. ها؟ ها تسوي؟ انت. اليومية زين، يلا علي يساري ما بعلي يميني. كل يوم اقول لك تدور علي. ها شوف زين، شو اللي يخليك تتهامر؟ ابو عمار، ابو عمار ما بقى. انت يا عمار مو انا. زين لا اللي تحت. ايوه اخ علي صلاح. اخي عمار في ابو عمار في تحت. لا يعني على اساس اني قلت له ابو عمار سوى اوكي. شو قلت لها صلاح؟ لا شوف هاي حط ساير فوق، نحن ما خسرنا فيه. بتصير انت برايك سير فوق. ليش تهوس علي عيني؟ نسيت بالغلط. يلا بسرعه يلا يلا. اي ها تترهدي انت اليوم. انزين صلوه. اخبارك؟ تمام. كل شيء زين؟ ماكو. ما هو بس تي بس كلام. ترى من الصبح يقول كتفه اليساري عوره. لا برد بس. فقلت اتصلنا في مستشفى بارجي، قلنا لهم حددوا لنا موعد وطالعوا لنا الترتيب حق صلاح تشوفه يعورنا. فالحين هو يوم عرف انه شيء مستشفى قال لا ما اريد انا بخير تراني. بخير الحين انت؟ ماكو. شوف الصبعير تقول ما يعور، تقول الصبح تقول يعورنك. لا اكو ها. خير الحين؟ شوف ها. زين. شوف شوف شوف. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبوي يسلم عليكم هالريال. تمام بس. زين. تمام. وأنا بعد. أبوي وإن شاء الله الحين سايرين لمباير ستيت. إيه. شو سويت لمباير ستيت؟ بس أحنا بس. نسوي مسلسل صلاح في لمباير ستيت. شو رأيك؟ ولا مسلسل؟ بس ما قلم مسلسل أهلا هم قلم. ما شيء مشكلة صراحة، ما شيء مشكلة. باغا هم قلم. حاضرين. يين أبوي فتحوا لنا باب خصوصي نحن حق صلاح. ها هالباب الفنان ها فور صلاح سبيشل. Thank you brother. Okay thank you. شو صلاح؟ خالد. هذا حينه، هذا صلاح مبنى يسمونه مبنى الامباير ستيت. بركب فوق اخر الدنيا. ما قصر اول ما شافونا سيده قالوا تفضلوا اظهروا ابوي عن اللاين وادخلوا ابوي في مدخل روحكم انتم، لان بركات صلاح شيء طبيعي. الو السلام عليكم. ها شوي شوي صلاح. أول ما يين أبوي ترى شيء قسم للي مستعجل ولا شيات ما يبي يقبض السيت. ها شو السيت طويل. ها كم مطولة؟ إلا إذا أنك أنت بتدفع فاتورة أكثر 75. كل هالعالم أبوي تقدر تتخطاها إذا تدفع 75 دولار. والله نسيت والله كم خلف كم دفعنا؟ مدري. نسيت والله أظني 175 دولار حقنا نحب ثلاثتنا. في تتخطى كل هالعالم. أمة لا إله إلا الله. شوف ها كلها تتخطاهن. هذا حبيبي خلونه. أشوف ها هذا خلي خلاص خطفت أنت من مكان التفتيش. ليش؟ خلاص ما شيء تفتيش. أرباب الحين. إيش أنت؟ أنا بعد شراتك أرباب. أنت ما بيعزلك؟ يا بس انت الارباب. ها
خلف، كل حد يقول لي اخوك خلف ما شفناه نحن اليوم. اي والله كل حد يقول ما شفنا خلف. الحين نحن في الامباير ستيت والعالم كلها صدق ديان وقرقعه وزحمه، وانت تسال عن بتحلك ولا ما بتحلك؟ ترى بتحلك خلاص. لا انا بدي ماشي مكشوف الطياره. طياره خلاص حبيبي. طالع العالم شوف الناس ورا، شوف العالم مختارها. اوه كل حريم. كل حريم؟ وانت ما تبى حريم، تبى بس ريايب؟ ها ياكل عود. مرحبا مرحبا بغضنفر. هو اللي يخرونه والتفتيش. حتى في دخول الاسانسير، الاسانسيرات اللي تستعملهم مع اللي تدفع بيزات اكثر روحهم ما عليهم بعد سيد. Come on through. Thank you. هذا أنا. يلا. Thank you. Thank you. All four VID. Thank you, sir. Thank you. ما أدري بيشوف قاعد فتن علي. كأنه فتن. Thank you. هذا الطريق قلنا لكم. يلا هذا الاسانسير. ثانك يو. هاي احنا الحين في الدور الثاني. Welcome to the world's most famous building and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets fly through the air? هذا خلنا في نفسنا. Nice catch. Ooh, get those planks out of the way, huh? صوت حبيبي هذا. والله رين حس به اللفت. والله حتى لحظة ما خدنا. لحظة ما خدنا. يا ربي يا هي دنيا. شفت حبيبي؟ ايه صدق يشوفونك العرب انك انت وصلت فوق الامباير ستيت. هاي بس هذا بس هي شوف هذا هو كله منطي على خرطي ما اعرف القلب القلب صراحه. امباير ستيت محير العالم كله. عندك انت خرطي؟ مبنى امباير ستيت، مبنى امباير ستيت الله يحفظكم. هو من اهم المباني واشهرها في نيويورك. ارتفاعه 381 متر. يضم المبنى 100 ودورين. 100 ودورين يعني 100 طابق، 100 طابقين يعني عباره. وفيه 72 لفت. 72 لفت يعني 72 أسانسير. الأسانسيرات اللي فيه 72. ومن أهم الأماكن السياحية اللي فيك أنت يا نيويورك. مكان جميل ومبنى فخم ورخام ومعدل ومزين، وطريقة الاستقبال وترتيبهم وايد شيء زين. جميل جميل ويفرح. واللي بيك أنت يا نيويورك وما بيزور الامباير ستيت ترى ما شاف نيويورك أبداً. والمبنى غاوي وجميل. نحن على الله يحفظكم حاليا في مبنى امباير ستيت. مبنى امباير ستيت في نيويورك يعد اعلى مبنى في تشنتيا نيويورك بارتفاع 381 متر. يضم المبنى 102 دور. 100 وطابقين. 100 وطابقين. في 72 اسانسير. 72 أسانسير يخدمن السياح اللي يجون. ومن أهم الوجهات السياحية في تشنتيا نيويورك. وقيمت في جميع الأفلام مثل تحيلون الأول فيلم كينج كونغ. كينج كونغ هل يظهر فوق القمة البناء ويدق صدره ويكسر البناء؟ هذا هو الأولي. يوم أنا أقول كينج كونغ كينج كونغ أطري هذا.
ومكان جميل وفخم، أسانسيرات قوية والمداخل كلها رخام، ونحن حاليا في أعلق. وهذه الله يحفظكم مراحل الإنشاء، أكيد شيء وايد معلومات أنا ما برمعدها كلها، لأن معلومات عادية موجودة على الإنترنت، مثل معلومات اللي قلت قبل شوي كل حد يعرفها يعني، لكن المعلومات الإنشائية ما بتخص المستمعين واللي متابعيني، لأنه ما يخصهم الأدم، يبقى معلومة عادية. نحن سرنا أنا ومنو؟ أنا وصلاح. صلوحة مبسوط؟ صلاح الله هبي عايزين له الوقت، يبقى مكان أبوي في دبيت وفيها ركيط وفيها تبثي للصلاح؟ إيلس حبيبي إيلس، ها شقيقي، هي والله ما بعجيب عيال، ما اسمعهم يقولوا كذا، إذا ما ديت هالمكان وما طحت الامباير ستيت عبارك ما كأنك هي عيز. نيويورك من أجمل المدن، مدينة جميلة وكل شيء فيها فنان، كأنك جالس تتابع فيلم، والأجمل أنك تصور من أعلى قمة اللي هو امباير ستيت، يعني أنك فوق الدور 102 جالس تصور، هذا روحه إنجاز وشيء جميل. واللي يقول لك هي أمريكا ولي هالمكان ما كان شاف شيء. إنزين، وحينه اللي تشوفه عليه تحت ها كله تراهن أبراج على 70 دور و80 دور و50 دور. إنزين، يقير غاديات كانهن الوحدة كانها دبوه تمشي عدال ديناصور. دبوه يقولون يوم حد يقول لك والله دبوه في الطحين، دبوه في الطحين يعني ما يروم يرمس من قرف العدة حد عداله، فلذاك يقولوا والله دبوه في الطحين. دبوه هي عادة أصغر كائن بالنسبة للي يمشي على أربع. صراحة ليش تدفرني؟ شوف بقلب أقولكم كبسة واحدة على الزر من زاير الموبايل يظهر لك كل المعلومات عن الامباير ستيت، منو انشأه ومنو صوره وكيف استوى ومنو العمال شو من الشهايد وكم استغرق الوقت، كم طن حديد وكم طن كاشي وكم طن سيراميك وكم طن اسمنت، يعني كل شيء مذكور ومحطوط، يعني ما له داعي الواحد يصير يتفلسف. يعني قلت انا كم من لفت وكم من اسانسير ومال شو، بس هذه المعلومات العامه اللي الناس كلها تعرفها، وحبت انك ترددها يعني كمعلومة للي للحريم والناس الكبار اللي ياسين في البيوت اللي يوزلهم سنابي ويحبون يتابعونه، واللي يدور أدنات الدون وكيف يعني الحين نحن ما نعرف، انت تعرفنا دبر لك عادة سمونه ونقع فيه ما حد. المنظر اكثر عن ياخذ العقل، هب اللي ياخذ العقل بشي هين، لا ياخذ العقل فوق ما تتخيلون، ودك تقيل وتمسي وتصبح في هالمكان. هي لنا مد من هواة الأماكن المودرن، أحب الأماكن الكلاسيك، الأماكن التراثية القديمة، لكن نيويورك شيء آخر، شيء آخر، وخاصة في الفيديو هاللي أصور لكم إياه الحين غير عن كل شيء. شوفوا هذا البرج طالع وين، وشوفوا علم شو عليه، هذا روحه شيء لا صار ولا استوى، هذا عاد حصل إلا من عندي أنا. زيد وعبيد فلان وعلام ما تتصوروا هالمنظر وما حد يدري، لا تقولوا ما قلت لكم هذا وها ها 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 ها، هيب بعين العدو، هيب ما بمي بر، هيب هيب بعين العدو. يا رجال الله يا الإمارات ويا الله، منظر عاد من هالزاوية ما يبال كلام، ما يبال كلام، ما يبالك ما يبالك، شيء خيال، شيء خيال خيال. هي حتى برغين نحن لحجنة لحجنة. منظر ياخذ العقل. اسمها بلاد من كبرها.
وين قصة أول هم آخرة. انظر عاد من هالزاوية ما يبالك كلام. ما يبالك كلام. ما يبالك كلام. ما يبالك. شيء خيال. شيء خيال خيال. هي حتى برغيب نحن لحجنة لحجنة. منظر ياخذ العقل. اسمها بلاد من كبرها. وين قصة أولها من آخرها. صلاح. بسم الله. شهدت بنجيح. خوز. خوز شوي يعني شوي يعني. والله أنت مشكلة. يعني ما نصور نحن. ما نصور. أكو بابا. إيه. حلم فات اللي ما يوجه. اسمي هلا دار. دار لها اول هاي هلا ولاية وحدة هاي نيويورك. ما بارك جميع الولايات هم ما يندربهم كم ولاية. شوف هنا ما ادري كم ولاية بولاية. شوف هنا عاد من اكبرهن. هب اكبرهن لكن اعتقد ان هاي شهرتها وايد شهيرة. مشهورة البلاد ان يعني بناياتها وابراجها وافلامها وما ادري شو وايد اشياء. الحين عاد المنظر من فوق. قبل شوي كنا فوق ها. هناك ها. وين الصيخ هذا؟ تحت. الحين نزلنا دور واحد من تحت من غير. في اماكن. يعني تاخذ دور ما دار المكان تمشي يجي. وانت مرة على الهواء الطلق. يا غير ثلج. الدنيا مثلجة. اشوف الوادي. طالع ويا تروح حتى تظهر يديك. تصور شو تحت. شو تشوفون انتو انا ما ادري. يا سلام سلم. جينا للبحر. على في وايد مصطفي. شو السبب؟ ليش هني زحمة يعني؟ ليش؟ شو السبب؟ الزحمة ليش؟ مش حتى انهم هني مطاولين. كل هالعرب ابوي مصطفى يميني ويساري. كل حد حط تليفوني ويصور. ما ادري شو هني يصورون ما يندرابهم. لكن قلت انا حشرة مع الناس عيد. افتكر ابوي مستدعى الديان يقول انا وانت وصلت هناك ولا صورت هالمكان اللي مهتم عليه الامه. الحين هاي اسمعوني بخاطر الحين ابو هذا من وين رمس الحين؟ خفت اني يصورون شيء وانا ما عرفت شو. ما برايي مساله. كل حد ويا حد وكل حد يصور. منتهزين الفرصه من دقائق جايين بيسم يجاوبون على اسئلتي. المفروض اني انا اكون سائل قبل شيء وبعده. ليش العرب بتتم حينا في هالاتجاه كلهم يصورونها. شوف العالم. لكن شوف هناك هذا ما ادري. انا صورت لكم اياه عاده. انتم طالع كان تحيدون شيء غريب خبروني. ساعه وانا ادوركم. هي والله. ها صلاح. يلا يلا خلا. يلا بالدربين بعد. بعد. يلا هذا كل واحد كل واحد صلاح. وين ها جيه. يلا يلا تعال اخطف. يلا استدوركم صلاح ما خليت مكان. احسن شكرا. مالك ربيع انت. لا لا لا
تعال يا خلاص هذا الطريق جاي. لا 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 بسيم سيم ولا الله قاله. جي جي يا طريق يظهرك على وين دخلنا. انت وين؟ ها؟ أنا الخيب صلاح. مكان فنان ابوي خاص لل حلب الكراسي يعني. This is what I say to you. This is your brother. Yes. Oh, okay. I apologize. And now I understand. How are you, darling? Good? Okay. Thank you very much. Come on, I thought you meant he was rocking with the Empire State Building. No. Oh, okay. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Yes. Have a good day. Hello. Friend. يلا شوف خالد خالد ما يصير بن شوف السرعة خلاص وين زكي سيئ لما تشوفها سوفينير اللي يبغى ياخذ هدايا تذكارية ولا شيات أنا ما تشوفهم هذا هو المبنى اللي نحن فيه عدة أشكال عدة ألوان عدة أحجام ليبا أكواب ليبا هذا الكينج كونغ تحيدون اللي قلت لكم عنه الكينج كونغ هذا الكينج كونغ غوريلا ليه تشلبحت وسارت لين فوق فوق الامباير ستيت هالي كنت أطريها منكم من زمان أريكم كينج كونغ كينج كونغ هالي أطريها بعدين ودي ما أعرف ولا كان اللي يعرفونها مع الزمن الجميل في السبعينات الثمانينات كان مسلسل اسمه كينج كونغ هذا هو اللي أنا أطريه أحد صوره علمه وخبره وكل شيء تقول ما قلت لكم هذا هو كينج كونغ صلاح شفت الكينج كونغ يا حبيبي What we have taller than yours. Of course. Yeah, I got everything. You want to take a picture? Yeah, that's what I'm doing now. What's baby? Okay. You've been I to... I asked for a salad. You've been to Dubai? Yes. When? About 7 years. When okay. they were doing the new... New tower. Yes, this is the tallest tower in the world. Yes. So I... So it was funny because then I went to eat and everything. So I asked for the salad and we were waiting. I said, oh, but they didn't bring out the salad. So they bring us like a bouquet. Yes. It's like a flower and, yeah. And this will be all, you know, like the salad. It comes like this as you have to make it. I said, excuse me, are we waiting for the salad? Like for 10, 15 minutes. He says, right here. All the letters, they look like a bouquet, like a vase. Everything different in our country. Yes. And I did a... Smoke shisha bad? I did, yeah, but not more. Ah, be careful. عالم هذه تريون كلها سيد سيد خلق الله ما خلق هل اللي ياخذون سوفونير شيء تذكار له شياته قال حبيب صلاح ها مبسوط صلاح شو ما ابراهيم ترمس شو هي زين تبي تصير ترقد لا من هنا لا عيش شوف بلاك ما تروح ترمس لا زين 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 شاب مزبوط جيعان ولا شبعان؟ جيعان ان شاء الله شيء دعوه عندها لل دعوه عندها للحير يوم يقول لك والله جيعان قال له والله يوع الصد هذا شيء الصد اعرفه السمك اللي في في الفلايه اللي على الكبيرو هذا الصد لكن شو يعني يوع الصد؟ يوع الصد اه ايه الصد فقاره يوم يوعن ياكلن كل شيء قدامهن ينك يوم تتغطط في الشريعة ولا شيات ينك ياكل من 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 اطراف ينبك يعني شرات يدور العيشه ها صلاح صلاح شو بلاك
الحمد لله الحمد لله. تمام. شوف صلاح سير هناك هناك. لا هذا ال ما وصل. لسه لسه. ما خوي فوق. Jack. Gracias. Dankeschön. Dankeschön. Merci. Merci. Thank you. Danke. حليلنا. شكرا. Why no شكرا. لكم غربلي. صلاح ما قال شكرا. شكرا صلاح. Thank you. Where are you guys visiting from? Thank you. What country? United Arab Emirates. Okay, I think it's Shukran. Ha, Salah, مبسوط. سلم على البيبي. سلامتك. تعرف شو اسمه صلاح؟ اسمه حمزة. وهذا أبوه اسمه سليمان. You come from Turkey? ما شاء الله ما شاء الله. From United Arab Emirates. أبو دابي دبي شارجة رأس الخيمة عجمان أم القيوين تجيبه. Went to Abu Dhabi. والله when? 2 years ago. Okay. I went to Abu Dhabi. And you been to, also to Dubai? Been to Dubai. Yeah. You like it? It's okay. Only okay? I don't like this. Like New York, I don't like it. هيك كنت اليمن اليمن جميل. ايوه كنت حضر ما ما شاء الله عليك بيبل ارى لو اختلف الاراء لا بارحت السلع ما اقول عنك شيء والله اللي ما يعرفك لو دريت ما سلمت عليك ما برم ما نزل بنزل شو اسوي شو صلاح سلام بابا شو تبع وصلت وين حق شو هلا مساج حبيبي مساج يوم بنسير تايلند ما شايف عندهم مساج يوم بنروح تايلند اخلي اسوي لك مساج هناك ما شايف تايلند حبيبي ما شايف مساج عندهم مشكله مصمم اخوك اللي يبي مساج شقيقنا الاصغر مصمم يبي مساج ها صلاح خلاف خلاف ما بالحين شو تقول صلاح بارد تيار قوي بارد وبارد بعد ها السواليل الحين صلاح هاي ابوي بلاد الواق الواق ما تعرف ليلهم من نهارهم لا اله الا الله انبسطنا والله واستانسنا وكانت رحله جميله اصبر عاد خلاص خلنا نصور عاد اصبر اه ربي ها تونا نازلين من فوق قمه البنايه يا رب البيت والحرام وهذا الباب ابو يوم تدخل من يستوي تيار قوي يشفطك شفاط شبلاك شوف ما يباك هذا نسي الفندق يعني يواع بودي سامانا بنسي الفندق صح شو رايك بشيركم ابوي سائرين الله يحفظكم قلنا حق الفندق طالعونا في حجز فندق مطعم ياباني يسمونه اوما انتي قالوا ان ابوي الفندق حاولوا بشتى الطرق قالوا ابوي لين عقب 3 ايام يلا يلا تلقون اسرع طاولة غيروا بدلوا مني منا قالوا ما شي فايدة قالوا تتريون ابوي 3 ايام قلنا حين والحل قالوا الا اذا انكم روحكم تسيرون الفندق المطعم يمكن تلقطون عندهم يعني يكون حد مكنسل الأشياء لكن نحن عن طريقنا بوي المكان فل هالكونسيرج وحاولنا لين الشدة المرة يوم وصلنا عندهم الله حيكم وحيهم مرة
قال فالكم طيب لكن عندكم ساعتين بس تجلسون. قلت ابوي نحن حتى نص ساعه ما بناخذ في الاكل وركبونا في طريق اللفت. هذا الحين نحن عاد تونا واصلين المطعم من فوق الحين. هذا الحين مطعم بلاد من كبره وين المطعم. الحمد لله رب العالمين الله سخرنا طاوله طولها طول وعرضها عرض. هي الوحيده اللي خالي واللي حاجزينها بيون الساعه 8:30 والحين الساعه 7:30. قالوا عندكم ساعه ترون تجلسون في المكان هذا لمده ساعه. قلت توكلوا على الله والحمد لله يلسون. عاد جاي نعت اليوم على نعت القبيسات وهالرجال اللي نعت لنا المكان في سنة ماي سدة خمسة وديات هي هالبلاد انزين. فهو thank you وحتى ما هم بيجي بوجي عليه من بلاد ميو مال اليابان المراد. فالحمد لله الله سخرهم ووافقوا وقطنا هالطابل الفنان يلسنا وقال منهن لنا اعتنا من القبيسات كاتب لي اياه والباجي من عند الويتر. فسألت شو الشيء اللي يمتاز في المطعم وشو الشيء الزين اللي العرب اكثرها تطلب منه. خبرني بكم طلب. طلبنا ابوي اللي هي كاتفش هل سمكه الحمد تبيره وفي عليها سوس. وطلبنا سوشي وموشي وحوشي وعفروشي وما خلينا شيء ما طلبنا من ابوي حميتين مليون. الشيء عاد اللي ما تعرفونه شد والله نزلت الفيديوهات ورديت مسحت كان تبون الصدق. جايين نحن على النعت يعني والاسم نعرفه وكل شيء. وخبرتني ما تكون سيد سر سكتين شارعين ودرهن والشارع الثالث لف فيه من تمشي شوي بتقط على يمينك مكتوب اسمها نوبا. فهذا هو المطعم نوبا هذا هو. والمهم ان المطعم ينا على النعت قالت انه سكتين والسكة الثالثة لف يمين بتقطون عليك اليمين. والله اجبلنا على ينا على المكان بالضبط وصلنا ولان شيء مكتوب بالياباني ترى ابوي ما مكتوب بالياباني. دخلنا وترشيناهم ويلسونا مطعم يوم يلسنا رويناهم الطلب هذا. قال ابوي هذا ما بعدنا ما بعندكم جيد. قال هالمطعم الثاني اللي قدامنا ثرنا ابوي دخلنا مطعم غلط والله. اعطيناهم قيمه الماي 7 جنيه 7 دولار وما اخذتوا الماي خلاص والله دفعنا البيزات هربل والله عيل ما بمفتوح الغرشه الحمد لله. هذا خلف يقول لي يا ولد الحلال خلنا نجلس في هالمطعم الفرنسي على الفنان بعد فخم وزين ومنزور لين عينه. قلت في خاطري الحين نحن شدينا ويقول خلف عاد شدينا نحن ويلسنا عيب. قلت عاد الحين عيب ولا ما بعيب. انا خاطري في المطعم مال اللي علينا عتلق بيسار والله والحمد لله رب العالمين يسر الامور. قال يا خوفي لا نسير المطعم ليت الحين تباها الياباني هو المطعم الصيني. صيني هو له ياباني صيني ها؟ شو صلاح؟ شو صلاح؟ صومالي المهم ايده انزين بس تضاعت السالفه. يلا برايكم هذه كرامتهم هذا عيش مقلى او انك تحط غطه في هذا وخلاف تحط عليه من التونه هذه وتاكله. هنم هاي كرامه من عندهم هاي فالتهم عاد قولهم مشكورين عافية. What is that? Yellow tail jalapeno. What does mean? Yellow tail is a fish. The fish name is yellow tail. أيوة هذا سمك أبوي ترى هب أعرف فال من عندهم. With jalapeno. Jalapeno. Thank you very much. لكن هذا عيش مقلى أول مرة بحياتي عيش مقلى. يقمصون أبوي في هذا دخلاف حبيبي خلاف.
هذا غير نمونه ما اعرف عجوه اسمه. One more please. Fluke dried miso. Fluke is a fish. Uh-huh. Fluke dried miso. Uh-huh. Use the juice of olive oil. Hey. يبقى ما ودك تاكله بتخرب هالترتيب ما زين يا ابوك. ها حبيب شوي شوي على عمرك. ايش دراني يا خلف يا صلاح انا الطب تلقف ما يصنعون. What's the name? This is salmon. Salmon sashimi slightly served. Very hot combination of olive oil and oil. And there's sesame. Yes, sesame and chives. Okay, thank you. يا عثرتنا لازم يسوقون علينا شوي شوي ونحن طالبين شيء وايد. هل ان هذه هي الطلبات اللي نحن طلبناها؟ هاي اللغه عنده والله انها ذا انجليزي ري يا شو اسمه هو؟ سموها كل اسم ذا انجليزي نقاط يعني هاي مصيبه. الله العظيم يا ابوك لاني الاول اني اعرف انجليزي رقم واحد حين عارف لكن من آخر سنة إذا شو إذا آخر سنة أرمس رقم واحد لكن إذا شوي شوي تتخبط أظني هذا كرامة كله من عندهم هذا نحن ما طلبناه. لا 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 تحلف الله يا رجال لا بعد العشاء طالبين فاشكت كاتفش طالبين لا لا والله زين أكلهم أبوية ها شفتوا عيش الطلالي هالنمونة شوي 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 الله كريم نشوف هذا ولينا حين كل شيء غاوي كل اللي حطوه لنا لا يمنا. We have these three plates cold one. Yeah. This all what we have? No. Yeah, hot dishes coming. This will be enough? Yeah, hot dishes and sushi at the end, sushi. But this will be too much. No, it won't be too, no, because I'm going to see how you feel after the hot we dish. We are very hungry. Okay, so I'll bring a lot of sushi then. Thank you very much. Okay, hey, والله, زقنا. مشاوروكم في الشوربة. هل تبى تشربها بخاشوقة ولا تشرب من طرف الملة؟ قلت لا نحن ابوي ضاري نشرب من طرف الملة وما علينا باس. ترى 90% من اللي موجودين يشربون من طرف الملة. This is more this famous dish, Alaskan black cod with den miso. Aywa. Okay, could you bring another one? You said very big one. This will be enough for sharing. I have more sushi coming. Even ya baba, this is very small. We are very hungry. Okay, I'm going to keep bringing food. Okay, no, bring another one like another this. Another one like that. Hey, والله. عنبو. هذا عنبو من حلب عليها طعمه صغارونها. فما تسدني انا لقمتين. اي والله هاي يقول اشهر طلب عندهم. ها صلاح نمبر 1 شكر فنك. What's that? This is beef teppanyaki with cast iron pan with yuzu, soy, shiitake mushroom, enoki mushroom, asparagus. I can't hear you. Sorry? What? Shiitake mushroom, enoki, asparagus, and beef tenderloin, seared medium well. Okay. Thank you very much. You're welcome. From the beginning, what is that? Chicken teriyaki entree. Chicken what? Chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Yeah, we have some bean sprouts, snow peas, and hijiki, which is a bouncy vegetable on the side. Thank you very much. You're welcome. Chicken teriyaki. وهذا العيش ماله. ها صلاح بس 2-3 7 avocado cut rolls, shrimp tempura cut rolls, spicy bigger tuna cut roll, 3 pieces of okoro sushi, followed by 3 pieces of yellowtail sushi and 3 pieces of king salmon sushi. Thank you very much. You're welcome. Thank you. أظني أن العالم اللي يجون هالمكان أو الناس اللي في نيويورك كلها بالتيار يعني ما أشوف ناس عاديين سيايرهم تحت المطاعم اللي يصير لهم كلهن روز ريزات وسياير فخمه وحين يبقى تشوفهم لبس الحريم كلها فوريهات امهات الملايين والريايين بدل وترفتات
والسيجار وهذا السبيل المدواخ. شو بقولكم؟ شو بقولكم يعني؟ شيء من العجب. What was your question? My first name? No, your question for me. Is it, are you full? What do you think? Yes, now you are. اي والله شبعنا شريته يا ابو يمكن مليون صحن لكن كل صحين هالكبير فيه يسمونه الاول عيش طلاب اي والله هالكثير وهالكثير 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 الحمد لله لكن شيء من الطلبات طلبناها الدبل دراي شو اسمه البلاك فايت بلاك وايم بلاك فيش البلاك فيش هاي طلبنا او كات فيش زمان طلبنا وديتين وعقب خلف طلب اسم شو اسمه خلف طلب شكن ترياقي خلف طلب ما ادري وين حافظنا هالاسم بعد على فكره هم بحافظنا الاسم زقار الويتر قال له شيء هنمون ووصف له الاكله قال له عاد هذا شكن ترياقي وقلنا شو تذكره خلفنا شكن ترياقي لكن لذيذ والله مفروض والله حد من الكمبانيه الكبار ياخذ وكالته المطعم مطعم رقم واحد يا في ابو ظبي ولا دبي ولا الشارجه ولا عيمان ولا الفجير ولا مقيوين ولا راس الخيمه احد الامارات السبع ضروري حد ياخذ وكالته هالمطعم شو اسمه خلف المطعم؟ وين؟ حاطنا انا ارب الله تعدو الكنك قال لي ابوي المطعم هذا مطعم نوبه موجود في فندق اتلانتس اللي في دبي والله العظيم هذا ساحر أرب الله تكي الكنك اي والله قال موجوده وين المطعم هذا وانا توني منقع صايح يا الله ها سمعتوا ولا تو يسمع الصايح توني ابوك لا حول ولا قوه الا بالله يا ابوك انا غاري عسير وليي لكن انسى الاسامي انساهن ترى يقول لك موجود في فندق اتلانتا دبي ثانك يو فريند ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو اقول لكم ابوي وسعرها مناسب احنا ثلاث انفار كلنا بيدينا وليونا كلنا لين هذا مني يعني شبعت اتوقع انه ارخص عن الامارات تقريبا 550 ظهر $550 يعني تقريبا 1500 يعني 1500 ما بوايد على اللي نحن طلبنا اكل سمعتوه اكل المفاجيع اللي ما شافه خير هنمونا اكلنا كلنا الناس اللي يجون هني ابوي ما يجون مال شبعه يجون ياكلون يتقمقمون على طرف اصبعهم ونحن لا مزرنا بطوننا الى نواعي تريقنا وهذا هو الغداء هو غداء هو عشاء يلا انا بسمع شويه بلاد يا ابوكم هالمطعم بلاد طعم هذا اللي تدرها على تحت ناف نحوي كنا ياسين بلاد يعني بمعنى كلمة بلاد ماشي مكان في الوادم لين هناك وفي 200 طاولة جليد 200 طاولة جليد يا اسمي اتوحصت ايش عندك؟ لا ليش يا بابا؟ شو؟ الليل ولا الصبح يا بابا؟ طيارة الصبح في طيارة في الليل؟ لا الحمد لله أنا قهوة الله كريم صراحة عيب لا تسلم عليه بس شوف عنده شال البادي بيجلبه على راسك تحمل سد النقط لي يا حجي ما يعيبهم حجي صلاح شو هذا؟ هذا مليون شو هذا الحين؟ لا 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 شو هذا صلاح؟ يا بابا حرام هذا مليون هذا يا ويل تروح النار هاي باكر بعد هذا بعد مكسوره وتبرد اخ عليك يا صلاح خلاص زعل لا صلاح خلاص بس ما يبى انت يا ويلك من الله يا ويل كنسله ما بكنسله ادب كله ادب صلاح توبته الله شو صلاح تأخرنا صرنا ناخذ حبيبي أدوية وين فيتامين ومال كحة ومال زجاج حقك انت في كحة
يا هلا ابو محمد، مساك الله بالخير والنور والسرور. محمد ما شاء الله عليك، يعني تقز امريكا قز، وانا وايد مستانس بالطريقه اللي انت تشرح للمتابعين، بالطريقه اللي تخبرهم وتقول لهم قصه عن مدينه نيويورك. ما شاء الله تعمقت وايد في مدينه نيويورك وشرحت وايد. مدينه نيويورك هذه مدينتي ابو محمد، انا دارس في امريكا، دارس في اتلانتا جورجيا، لكن كل سنه كنت اجي نيويورك، كل سنه لازم نيويورك، احبها وايد، لان هاي مدينه بزنس، مدينه فرجه، مدينه مطاعم، مدينه الموضه، مدينه الفاشن. فانا من الناس اللي يعشق كل هالاشياء، فعشان شي تشوفي من نيويورك، امباير ستيت اوف نيويورك هذه اطول بنايه موجوده في نيويورك، لكن الحمد لله رب العالمين احنا بدولة الامارات عندنا اطول بنايه في العالم الحين، وغطي على امباير ستيت طبعا. هي نعم حبيب قلبي، انا وايد مستمتع. مثل ما قلت لك ابو محمد، نحن عندنا اطول بنايه في العالم الحين اللي هي برج خليفه، امباير ستيت اوف نيويورك. قبل يمكن نشوفها على قولت الاولين، يوم تطالع فوق قحفيتك تطيح او عقالك يطيح. لا الحمد لله رب العالمين، عندنا ابراج وعندنا ابراج وبتي ابراج غير. ابو محمد انا جدا سعيد جدا اشوفك تمشي ويا صلاح وتدير بالك عليه وتعتني به، يعني ونعمل اخو. انا اقول ونعمل اخو، هذه الاخوه. وبردان يا حليله، برد نيويورك ترى برد قارص، وبعدين طاح عليكم سنو امس، فاباك تدير بالك على صلاح يا حليل، وما يتحمل برد نيويورك اخص عن برد موسكو يا ريال. زين شوف الامريكان ترى ناس وايد طيبين في حالهم، ما لهم خص في حد، تلقى كل واحد في حال سبيله. بس انا يبني المطعم اليوناني اللي انت سرت له صراحه من الاخر، مطعم كان وايد عود، هالمطعم ما مر علي، انا سرت عده مطاعم في نيويورك، لكن هالمطعم. ومحمد انا سمعت تقول يوم الثلاثاء بتتغدى ان شاء الله في الامارات، اذا انت راد باكر في الليل بترد يا ولدي فهد، لان ولدي على 380 وهو موجود حاليا في نيويورك، وباكر بيطير بيرجع الامارات يوم الثلاثاء بيكون هني. فاتمنى انك انت تكون موجود على الطياره عشان اخبر اقول لعمك خالد موجود بيسلم عليك بيستانس وياك بعد. فاتمنى لك رحله سعيده يا رب العالمين، اتمنى لك اقامه سعيده، اتمنى لك يوم سعيد تكون مستانس فيه اكثر واكثر واكثر. واخوك ونسني يقول لك استمر حبيبي، كلامك حلو، شرحك حلو، مو بلازم كل حد يا اخي يفهم كلامك، في ناس يتريون الترمس عشان يعرفونك، لان لغتك اللغه المحليه البحته، في ناس يتريون هالشيء، في ناس في بعض الكلمات يمكن انا ما اعرف اسمعها منك اتعلمها. فاستمر حبيبي، استمر من الاخر. ومحمد ما بطول عليك، انت عندك الساعه 8 الصبح يمكن في نيويورك، انا عندي الساعه 4:30 الصبح في الامارات، انا ارد على متابعيني، انا حاط وقت معين من الساعه 1 الى الساعه 3 او 4 ارد على كل متابعيني، ارد على اسئلتهم، سواء اسئله زينه ولا اسئله مو بزين انا ارد عليهم، لكن انا ارد بالزين، اي ما برمس على احد ولا شيء. فاتمنى لك اقامه سعيده، اتمنى لك يوم سعيد، امسيه سعيده، بس الدفع برد نيويورك بارد وايد يا حبيب القلب. وان شاء الله اشوفك قريب في دبي ونجتمع مره ثانيه، واوديك عند الوالده، وعد حبيب قلبي. ونسني من الاخر، ولا تحزني، تحزني وانا رمس الخالدي، لا حبيبي ابعد عني من الاخر. السلام عليكم أستاذ خالد، تحية إليك والإخوانك في نيويورك، تحية إليك من طوكيو، ومرحبا بك، نحن بننتظرك في طوكيو. ولما يلسنا في المطعم هذا أومو، المطعم اللي يلسنا فيه الياباني، هذا المطعم الله يسوي أو ما يبون حينات، هاي اللي أقولكم يابينها فوال من عندهم، يعني إنه يعني كالطعيم وعقب يحطون الأطباق الرئيسية. تحريت والله العظيم إنه من عندهم يعني سنابل، طلع أبوي له هذا كل البيزات كله، هذا ترى محسوب يوم راجعت الفاتورة،
والله العظيم يعني تحرى يبون يعني شي سنبل شي شويون شويون كالطعيم وخلاف بيبون لك الرئيسي يعني أو هذا شيء أنواع جديدة عندهم يعطونك سنبل يعني منهن وان بغيت تطلب يبون لك السحور الرئيسية ترى هذا هو كله يا أبوي عسب شي ردينا نطلب أبوي زيادة دبل ما يسد طلبنا حول اللي طالبين نحن حول أكل مال 10 تنفار لكن نحن جايين يواع ما مترجين الصبح من يوم تريقنا ما أكلنا شيء أنا أكيل وصلاح أكيل وخلاف عادة خطر علي أكلنا بثنينتنا فوق اللي أكلنا يأكلنا نحن واللي أكلنا